المصانع اللي كانت قائمة بالفعل أو حتى إقامة مصانع جديدة للصناعات بعينها، هل ده بيتم وفق استراتيجية ما أو مفهوم ما جديد بتنتهجه أو منهج بتنتهجه الدولة المصرية؟ الاختيار الصناعات اللي الدولة المصرية بتستثمر فيها بيتم في إطار محورين. المحور الأول هو الظروف العالمية للصناعة دي. حضرتك عارفة إن أسواق الصناعات كلها بنسميها بريك بوم ماركتس، يعني سوق كسر عظم، المنافسة فيها شديدة للغاية. علشان كده حضرتك وحضرتك بتفكري تعملي مشروع جديد أو تستثمري في صناعة جديدة، لازم يكون الظروف العالمية مواتية. عندنا ظروف عالمية مواتية دلوقتي بشكل كبير جدا بسبب التغيرات اللي حاصلة في سلاسل الإمداد، بسبب الظروف اللي حاصلة في الصين واللي حاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب التجارية الأمريكية الصينية اللي كانت موجودة قبل كده ومحاولة الصين خفض يعني العجز في الميزان التجاري ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، بتخلي في عدد كبير جدا من الصناعات يخرج من الصين يتجه لدول نامية أكتر. دي أول حاجة، الوضع العالمي لازم يكون مواتي. تاني حاجة، الأوضاع المحلية لازم تكون مواتية. لازم يكون عند حضرتك ميزة نسبية في الصناعة دي، لازم يكون عند حضرتك سوق يقدر يستهلك المنتجات الصناعية اللي طالعة منها. ثالثا، حضرتك بتبص بقى على الاقليم اللي حواليك، هل الاقليم في حاجه الى المناطق اللي حواليك الاقرب يعني الجغرافيه، هل المناطق اللي حوالينا دي محتاجه لهذه الصناعه؟ وخاصه بقى لو المناطق الجغرافيه اللي حوالينا دي عندنا معاها اتفاقيات تبادل تجاري حر، بيبقى الامكانيه تنفيذ الصناعه وامكانيه النجاح فيها يعني اعلى واكبر. وخد بال حضرتك انه احنا دلوقتي في مصانع يعني اليوم يا دكتور محمد الى اي مدى هي بتتفق مع هذا الفكر وهذه الاستراتيجيه؟ مع الثلاث محاور بتفقوا معاهم. اول حاجه احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك كده يعني طلب عالي جدا على الجهازات الصناعيه والجهازات الطبيه الاثنين، بسبب انه احنا عندنا شح في المعروض العالمي بشكل كبير جدا بسبب المشكلتين اللي قلت لحضرتك عليهم. اول حاجه احنا عندنا يعني انحناء في سلاسل الامداد، تغير في سلاسل الامداد بشكل كبير. الجازات اللي جايه من الدول بتاعه جنوب شرق اسيا والدول اللي في اسيا عموما، يعني في ارتفاع لتكلفه الشحن بتاعها لفترات طويله، دلوقتي التكلفه بدات تقل. يعني في نفس الوقت كمان المواد الخام اللي خارجه من الدول الافريقيه والدول شرق اوروبا اللي بتستخدم في صناعه هذه المواد في سوء جدا يعني، او في تردد في اوضاع نقلها، وبالتالي في طلب كبير جدا من السوق العالمي على هذه الجازات. في نفس الوقت كمان عندنا طلب محلي واسع بسبب اول حاجه الكتله الديموغرافيه اللي بتزيد، وفي نفس الوقت كمان انه احنا عندنا طلب هيزداد في المستقبل. كمان عندنا المحيط العربي والمحيط الاقليمي كله يعني، وكمان المحيط الافريقي عنده في شح من المعروض فيه، خاصة مع الـ يعني دخول الاتفاقيات بتاعتنا بقى سواء مع القارة الإفريقية أو يعني استكمال الاتفاقية بتاعت التبادل التجاري الحر بتاعتنا مع أوروبا. الثلاث محاور متكاملين في الصناعة دي، ومش بس الصناعة دي، كمان احنا عندنا كمان صناعات الدولة المصرية استثمرت فيها الفترة اللي فاتت بشكل كبير، صناعات البتروكيماويات وصناعات الجسد والنسيج، يعني بينطبق عليهم نفس الموضوع. عشان كده حضرتك هتلاقي الدولة المصرية بتقفز فيهم أو بتزق فيهم بشكل كبير أكبر من بقية القطاعات. يعني حضرتك دكتور تقصد انه هذه الصناعه ممكن نوصل بيها للاكتفاء الذاتي والى التصدير بعد فتره انتهاء كورونا؟ هو بس يعني الاكتفاء الذاتي دلوقتي يعني هيبقى يعني صعب بسبب الزياده يعني، لكن احنا البدايه اولا ان احنا يبقى عندنا يعني شبه اكتفاء ذاتي، وبعدين مع تطور الانتاج اللي هيخرج من سواء يعني شركه النصر او غيرها من الشركات المصريه، هيبقى عندنا قدره فيما بعد ان احنا نقدر يعني نخرج المنتجات بتاعتنا اذا يعني اذا كنا قادرين نكفي السوق المحلي. فهو المطلوب دلوقتي مش التصدير، المطلوب دلوقتي الاحلال المحلي للواردات زي ما قلت لحضرتك في الاول. صح. لانه الصناعه بتقوم على حاجتين، يعني حضرتك وانت بتصنعي بتقومي على حاجتين، بتقوم على مبدئين، يا اما التصنيع من اجل التصدير او التصنيع من اجل الاحلال المحلي للواردات. احنا دلوقتي في المرحله الاولى، لانه احنا عاوزين الاول يعني نخفض الطلب على الدولار بتاعنا. صحيح، المنتج بتاعنا يبقى واخد وضعه في السوق، وبعدين نبقى نبص للخارج، لان زي ما قلت لحضرتك المنافسه العالميه شديده للغايه، وبالذات في المدخلات الوسيطه او مدخلات الانتاج زي الغازات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. عظيم.